أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقاتنا الأسبوعية معلمي شكرا، والتي اعتدنا في كل أسبوع أن يكون عندنا ضيف نلتقي فيه ونتحدث حول مسيرته في خدمة التربية ومجالات التربوية. حلقتنا لهذا الأسبوع يمكن حلقة متميزة نخرج فيها عن المألوف. ضيفنا وضيفكم لهذا الأسبوع إحدى مديرات المدارس التي استلمت مدرسة وأصبحت نموذج يحتذى فيه في خدمة التعليم والعملية التعليمية داخل الكويت. ضيفنا لهذا الأسبوع المديرة الأستاذة أنوار الموسى، مدير مدرسة خيطان النموذجية الابتدائية بنين في منطقة خيطان. أستاذة أنوار، أنا سعيد تكون اليوم ضيفة عندي في حلقة معلمي شكرا. حياكم الله، وأنا سعيدة بهاللقاء، وأتمنى أن أنا أقدم شيء يخدم العملية التعليمية ويصب في مصلحة أبنائنا المتعلمين إن شاء الله. نأخذ هذا الفاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله تعالى. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وضيفنا لضيفكم لهذا الأسبوع الأستاذة أنوار موسى، مدير مدرسة خيطان النموذجية، أحد المدارس المتميزة والتي تتعامل مع صعوبات التعلم. أستاذة أنوار، ما شاء الله يعني إدارة متميزة، بس قبل أدش موضوع إدارتك هذه المدرسة خليني أبدأ في بداياتك ودخولك في يعني سلك التعليم. ودي أتحدث عن مسيرتك بعد تخرج من الثانوية ودخولك الجامعة، تخصصك، حثيني حول هذا الموضوع. طبعاً أنا تخرجت من الثانوية العامة تخصص علمي بنسبة 85%، طبعاً لأني كنت حابة أن أنا أكون معلمة، وفعلاً أنا أقول دائماً لو لم أكن معلمة هم اخترت أن أنا أكون معلمة. فدخلت كلية التربية الأساسية تخصص علوم مساند رياضيات، والحمد لله فضل ربي أن أنا تخرجت الأولى على الدفعة امتياز مع مرتبة الشرف، وتشرفت بتكريم صاحب السمو الشيخ جابر أحمد صباح الله يرحمه، وتكرمني في التخرج، وعملت معلمة أول سنة لي في منطقة العاصمة التعليمية. تخصص شنو أستاذك أنت؟ تخصص إحنا كان أيامنا معلم المجموعة، بداياتنا معلم علوم ورياضيات. فبديت في مدرسة صليبيخات الابتدائية بنات في منطقة العاصمة التعليمية. بعدها من كان مديرتها أيام أستاذة؟ نور المازر، أستاذة نور المازر. وبدأتي في مسألة الصليبيخات. أي نعم. بعدها انتقلت إلى منطقة العاصمة، منطقة الأحمدي التعليمية، مدرسة رابع العدوية الابتدائية بنات. كانت مديرتنا الله يرحمها أستاذة سعاد الصايغ، وفعلاً السنوات هذه السنوات اللي حسيت أن أنا انصقلت شخصيتي فيها كمعلمة وكبداية قائد. لأن كانت مديرتنا وأيامها كان يسمونها ناظرة. الناظرة كانت فعلا تسقل كل معلمة وكل موظفة بأنها تكون قائد المستقبل. هذه تقريبا كانت زي. أهم استمرتي مقارب. في يعني في مسة اللي هي رابعة العدوية كمعلمة رياضة، بعدين تدرجتي حق رئيسة قسم السادة وبدأتي رئيسة قسم، متى طلعتي رئيسة قسم؟ طلعت رئيسة قسم قعدت معلمة 9 سنوات فقط ما شاء الله، فبعدها طلعت رئيسة قسم في عام 2003. نعم. مدرسة منطقة العاصمة التعليمية، مدرسة عمرو بن العاص. الآن انتقلت حق العاصمة كرئاسة مرة ثانية للعاصمة كرئاسة قسم ما شاء الله، سنة في عمرو بن العاص بنين، وبعدها رحت رئيسة قسم في عمرو بنت حزم في الفيحة، ومنها بعد سنتين طلعت مديرة مساعدة. وبدأت الآن عند العمل الإداري اللي ما طلعت نقول من وظيفة معلمة إلى وظيفة إشرافية. إشرافية الآن وصرتي مديرة مساعدة، وأنا أتوقع الانتقال من كمعلم أو كرئاسة قسم، الانتقال إلى مديرة مساعدة انتقال إداري، ويبدأ العمل الإداري ويبتعد الإنسان عن الاحتكاك مع الطلبة والفنية. أتوقع هني بدأت يعني تطلع شخصية أستاذ أنوار في إدارتها. الإدارة الأولى كانت لك كمديرة مساعدة في أي مدرسة أستاذة؟ وشون بديت التعلمين ومن بديت تأخذين منه الإدارة وعلم الإدارة وشون إدارة المدارس؟ طبعا انا اوجه لها تحيه استاذة صفاء البدر مديرتي السابقه. طبعا انا قعدت عندها مديره مديره مساعده، وطلعت منها مديره مدرسه. تعينت مديره مساعده في مدرسه ارشيد في الدسمه، واللي تم تغيير اسمها الى مدرسه احمد ابو طيبان. انا اعتبرها بيتي الثاني واسرتي الثانيه. فعلا كان التغير من رئيس قسم والاحتكاك المباشر في العمل من العمل الفني الى العمل الاداري نقله، لكن بوجود قائد مدير يكلفك بمهام تصقلك إداريا، أعتقد أن أنا نجحت في هذا الشيء، وهم أنا يعني ما أعتقد أن أنا خيب ظنها في هالأمر. نعم.
واستمرتي كمديرة مساعدة أستاذة، بعدين انتقلتي حق كمدير مدرسة. متى طلعتي مديرة مدرسة؟ طلعت مدير مدرسة سنة 2014. هني أنا طلعت من منطقة العاصمة ورحت لمنطقة الفروانية التعليمية، مسكت مديرة مدرسة، مدرسة عبد العزيز رشيد الابتدائية بنين في الأندلس، لمدة عام واحد فقط. وبعدها أستاذة؟ بعدها يعني اتصال من أستاذة عهود العمر، مراقب التعليم الابتدائي كان وقتها، بأنه تم ترشيحي أن أنا أمسك مديرة مدرسة صعوبات التعلم، أول مدرسة تفتح في منطقة الفروانية امتداد لسلسلة مدارس صعوبات التعلم الموجودة في منطقة مبارك الكبير. إنزين أستاذة، إحنا قبل يعني إدارة الشهادة، يعني نعرف أن مدرسة يعني خيطان النموذجية هي مدرسة تتعامل مع طلبة صعوبات التعلم، ودي أعرف يعني لماذا تم اختيار أستاذة أنوار؟ يعني أتوقع أن في شيء ما يميز أستاذة أنوار، مع احترامي حق كل المدراء الموجودين في مدارسنا، لماذا يعني المنطقة يعني اختارت أستاذة أنوار؟ وهذا يعتبر شرف أن يختار من يعني شخصية مثل حضرتك لإدارة هذه المدرسة. طبعا أنا هذه شهادة من أستاذة عهود وأستاذة بدرية الخالدي، أن يتم اختياري، شهادتهم فيني اعتز فيها، يمكن لأن مدرسة عبد العزيز رشيد مدرسة يعني هي عزيزة على قلبي، لأن أول سنة أكون فيها مديرة في مدرسة عبد العزيز رشيد. مدرسة عبد العزيز رشيد من المدارس اللي كانت تحتاج هيفي ديوتي، كانت تحتاج مدير هيفي ديوتي من ناحية متعلمين، من ناحية مبنى مدرسي. أنا يمكن بطبعي أن أنا أحب النظام، يمكن لي نصيب من تخصصي، واحد زائد واحد يساوي اثنين. الرياضيات دائما ما شاء الله يعني من النظام، صح؟ فدائما فعلا أي شيء أحس أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين. فالمدرسة يعني حسيت أن أنا كان فيها نوع من النقلة في القيادة من الألف إلى الياء، فحازت على إعجاب المسؤولين في هذيك الفترة. أعتقد أن مدرسة صعوبات التعلم كانت تحتاج إلى قائد يؤمن بالفكرة. وبما أني آمنت أن أنا مدرستي السابقة كانت تحتاج أنها تتغير وتصير مدرسة نظامية، أعتقد أن هذا السبب أساسا تم اختياري. حلو، ما شاء الله، يعني شرف واحد يتم اختياره من قبل المنطقة ويدير هذه المدرسة. وبدأت أستاذة في يعني نشتأتي لمسة خيطان نموذجية وإدارتك لهذه المدرسة. إذا إحنا قلنا يعني دخولك لهذه المدرسة، حكيني عن بدايتك ودخولك المدرسة، وشلون قدرتي يعني تنتقلين فيها مما كانت عليه إلى الآن ما شاء الله نشوفها يعني مدرسة فيها نوع من يعني الفنيات، فيها نوع من الطاقة، من الإدارة، يعني فيها ما يميزها أتوقع عن مدارسنا اللي نشوفها المدارس العادية. أولا هي المدرسة مدرسة صعوبات التعلم، إذا أنا لازم أبحث في مجال صعوبات التعلم. بديت أبحث في مجال صعوبات التعلم، من هم صعوبات التعلم، شنو يحتاجون، شلون يتم اختيارهم، شلون أتعامل مع هذه الفئة. أنا أدري أن القرار راح يوصلني شهر 9 ببداية العام الدراسي. أنا بديت الصيف أروح المدرسة أشوف وين مكانها، موقعها، شنو ممكن الاحتياجات اللي ناقصتها. أول ما دخلت المدرسة أنا قلت لك دكتور، حطيت ثلاث أهداف رئيسية، ثلاث أهداف رئيسية. واحد، تهيئة المبنى المدرسي بكافة الإمكانات والطرق والسبل. الكوادر البشرية مهمة جدا جدا. إحنا ناس وشعب، الحمد لله الشعب الكويتي عندنا طاقات جبارة. لما نقول راح نسوي فعلا راح نسوي، وهذه كلمتنا احنا نقدر. اي نعم نقدر، نقدر ونص. فاذا تهيئه المبنى المدرسي، اعتقد المنطقه منطقتنا منطقه يعني ما هي من المناطق اللي ممكن انت تطمح لها انها تكون فيها مدرسه نموذجيه، بس نقدر. اذا احنا نتكلم عن الكيف وليس الكم او المكان. اذا تهيئه المبنى المدرسي بكافه الطرق انها تكون مدرسه صالحه لصعوبات التعلم. اثنين، افتتاح المبنى المدرسي. لما انا بيفتتح المبنى المدرسي، انا ما بيفتتحه مبنى عادي، لابد أن يكون للمدرسة نصيب من اسمها، مدرسة خيطان النموذجية. إذا لابد أن تكون فعلا نموذجية وتحصل على رضا أهم شخصين، المتعلم وولي أمره، لأن إحنا نعمل على المتعلم وولي أمره. الهدف الثالث
الحصول على التميز، والحمد لله حصلت مدرسة خيطان النموذجية على التميز للعام الدراسي 2017-2018. حلو. أستاذة حوسي، أنت حطيتي أهداف وبدأتي تعملين عليها يعني، وبدأتي تطبيقها يعني، وسوف أتحدث عن أهدافك وسياستك في تطبيقها، والطاقم أتوقع اللي معاه تساعدك داخل المدرسة من معلمات أو مدراء مساعدة. بس خلونا نطلع أعزائي المشاهدين في هذا الفاصل، وأعود إليكم بإذن الله تعالى. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وضيفنا وضيفكم لهذا الأسبوع الأستاذة أنوار موسى، مدير مدرسة خيطان النموذجية الابتدائية بنين. أستاذة أنوار، مشان تحدثنا عن مسيرتك ويعني مشوارك حتى أصبحت مديرة لمدرسة خيطان النموذجية، وتحدثنا عن يعني اختيارك من قبل المنطقة، يمكن يرون في أشياء في الأستاذة أنوار يميزها، وأتوقع هذا شرف أن يتم اختيار، وأتوقع تستحقين هذا الاختيار. أستاذة، انت دخلتي وحطيتي لك اهداف، اتوقع ثلاث اهداف ذكرتيهم، تطبيقك لهذه الاهداف استاذه يعني شلون عملتي على تطبيق هذه الاهداف؟ الاجراءات سويتيها، نقول المؤشرات اللي وضعتيها، المعلمات شلون كان معاك في هذا الموضوع، المديرات المساعدات اولياء الامور، وبدايه المديره اتوقع لما تدير مدرسه في نموذج ثاني في اطار ثاني، حكينا عن اهدافك شلون بداتي تطبقينها داخل هذه المدرسه. طبعا انا قلت لك دكتور، البدايه لابد ان تكون ايمان بالعمل. هذه الفئه، فئه صعوبات التعلم، من الفئات المهمشه في المجتمع، دائما تلقى ضايع بالصف، صف فيه 25 متعلم، مو قادر ياخذ حقه، مو قصورا في المعلم ابدا، ولكن لاحتياجه لعنايه خاصه ولاساليب تعلم خاصه. لما نشوف هذول المتعلمين شلون هم بحاجة إلى هذا النوع من المدارس، إذا لابد أن احنا أول نجاح حققنا أن فتحت هذه المدرسة، تم افتتاحها. تم افتتاحها، دائما أنا هذه الكلمة أقولها، أنا عود من حزمة، ومدير المدرسة ليس قائد للأوامر الإدارية فقط، وإنما هو عضو له دور فعال في العمل، إذا لابد أن يدخل في صميم العمل مع المعلمات ومع الإداريين. لما نقول عود من حزمة، إذا الحزمة هذه لازم تكون حزمة قوية. بداية احنا بدينا مع مركز تقويم الطفل، تم تدريب ستاف المعلمات، بعد ما تم تدريب المعلمات في كيفية التعامل وآلية العمل مع طلبة صعوبات التعلم، تم استقبال المتعلمين. طبعا العمل في مدارس صعوبات التعلم ياخذ مسارين، اولا مدرسه خيطان النموذجي او اي مدرسه تتبع، يعني تكون مدرسه صعوبات التعلم هي تتبع للتعليم العام لمراقب التعليم الابتدائي. مدارس ما لها اي سمه خاصه، مدارس علاجيه نقدر نسميها مثل المستشفى. المتعلم عنده مشكله يحل المشكله وبعدها ممكن يرجع الى مدرسته طبيعي. الشق الثاني اللي ساعدنا اللي هو مراقبة الخدمة النفسية والاجتماعية والثقل الكبير عليهم، لأن يتم تشخيص الحالات عن طريقهم. تنزل لجنة للمدارس، تشوف الطلبة، تعين أو تختار، أو عن طريق الاختبارات يتم اختيار طلبة صعوبات التعلم، ويصنف هذا المتعلم أنه طالب صعوبات متعلم. بعدها المهمة الكبيرة اللي هي إقناع ولي الأمر في دخول هذه المدرسة. فالإنسان وهذا طبيعي، المرء عدو ما يجهل. لما يكون أنا كولي أمر، أنت تقول لي فجأة ولدك مو متعثر دراسي، ولدك عنده صعوبات تعلم، مشكلة. احنا نقول لهم صعوبات التعلم ما هي نهاية العالم، صعوبات التعلم بالعكس ممكن احنا ناخذ من نحول النقمة إلى نعمة. أنا دائما آخذ ثلاث أمثلة لضرب المثال، عندنا أينشتاين، عندنا توم كروز، عندنا بيل كلينتون. أينشتاين عالم، توم كروز موهوب، بيل كلينتون سياسي. إذا لما يصنفون هذه الشخصيات المعروفة على مستوى العالم بأنهم صعوبات تعلم ونجحوا، إذا هذه المشكلة لها حل، إذا ما عاد هي مشكلة. ولي الأمر لما يسمع الكلام هذا يبتدي يقتنع ان هناك مشكله لابد انها لها حل. دائما صعوبات التعلم تصحبها صفات اخرى، فرط نشاط، تشتت في الانتباه، مشاكل سلوكيه، فالمجهود في المدرسه مجهود غير عادي. حلو. احنا مثل ما قلت لك احنا ننظر للكيف وليس الكم. نعم. نظام العمل في المدرسه، كل شخص في المدرسه له مهام،
مدير المدرسة لمهامة. أهم وظيفة لمدير المدرسة هو تسخير جميع الجهود لتحصيل الرضا الوظيفي للمعلم. متى ما حصل المعلم الرضا الوظيفي أبدع. نعم. أحسسه بدوره. نعم المعلم هو قائد الأمة. وأنا أتوقع هذا يعتمد على أهمية الأستاذ المدير. شافوا المدير تعطيهم من يعني الدافع وتعطيهم يعني التكريم الممتاز لهم. أتوقع هذا دافع لهم. وأتوقع أن إبداع المدرسة يأتي أهم. أتوقع من إبداعك في إدارتهم لهم. فأتوقع المدرسة متكاملة من جانب إداري ومن جانب فني. فأتوقع اللي شفته المدرسة جدا مبدع من الإدارة أتوقع جيدة. هناك مقولة أن خطأ الدكتور تحت الأرض وخطأ المعلم يمشي على الأرض. الفئة هذه فئة حساسة جدا جدا جدا. لها مفتاح. مفتاحها هو دعم الثقة بالنفس. متى ما المتعلم من فئة صعوبات التعلم حس أنه هو شخص مهم، شخص التركيز عليه لذاته وليس لصعوبته الموجودة عنده، لما أكسب ثقته إذا أنا انفتح معي المجال أن أنا ممكن يتقبل مني أي شيء. شيء حلو، شيء حلو. اتوقع استاذ انتم ادارتكم يعني لهذه المدرسه عن طريقكم يعني تستقبلون طلبه من الخارج. يعني انت قلت ان عندكم مشكله مع يعني اقناع ولي الامر. ليش عندكم مشكله في موضوع ولي الامر واقناعه في هذا المجال؟ ولي الامر ما يبي يحط الولده سمه معينه. يعني شنو المجتمع شنو يقول؟ شنو نظره المجتمع الولدي؟ وبعدين شنو راح يصير في مستقبله؟ دائما منظوره للغيبيات، ما يدري يعني ولدي ما يقدر يكمل دراسته. في خلط ما بين صعوبات التعلم وبطيئين التعلم وشتان ما بين الاثنين. مثل ما قلت لك في البدايه صعوبات التعلم منهم عالم مشهور وفنان وقائد دوله عظيمه يعني. فخوف ولي الامر على مستقبل ولده هو اللي نلقى فيه صعوبه في الاقناع. بس مجرد ما يسمع وجهة النظر، مجرد ما يشوف المدرسة، إحنا المدرسة نظامها مفتوح، أي ولي أمر ممكن يدخل أي مكان ويدخل بأي وقت علشان يشوف هو ولده. مجرد ما يشوف المدرسة ويشوف الوسائل التعليمية، يشوف الاهتمام، يشوف عالية التعليم من فصول جماعية فصول فردية، يشوف تقبل ولده للمدرسة. لما يجيني ولي أمر يقولي أنا ولدي ما كان يرضى يداوم، صار يقوم الصبح بنفسه يبي يروح المدرسة. لما يجينا المتعلم يقول لي أنا المدرسة وناسة هني كل يوم يعطوني هدايا، الأبلات كلهم يحبوني. لما تقنع ولي الأمر ما أعتقد أنه راح يصير عندنا مشكلة. شيء حلو أستاذة. وأنا أتوقع هذه يعني إلى جانب يعني أتوقع أن مسؤولية المنطقة أو وزارة ككل أنها في أنها تساعدكم، في أنها تكون يعني توضح هذا المجال، توضح أن المدرسة هاي تختلف عن مدرسة بطيء التعلم، أنها تلقى يعني التوافق وتعرض حق أولياء الأمور أو في المجتمع واضح تعرفون شنو سياسة صعوبات التعلم عن بطيء التعلم عن يعني ذوي الإعاقة. وأتوقع هذا جانب أتوقع تحمل أهم جهات الإعلامية، وكإحنا كإعلام أتوقع هذا واجبنا نوضح أن موضوع الصعوبات والبطيء هذا يختلف عنهم. وأتمنى أن يستمر مشروع يعني صعوبات التعلم يعني ويبدأ يتقلل من الموضوع الثاني، حتى أن موضوع صعوبات التعلم هو أقرب حق الطبيعي ويبدأ الطالب أنه يعني ينتقل حق المدارس العادية ويكمل مشواره الطبيعي. مجهود حلو أستاذة وما شاء الله يعني ومسيرة حافلة وشيء إبداع يعني داخل هذه المدرسة. وأتوقع راح نشوف في هذا خلال جولتنا في هذه المدرسة إن شاء الله. ولكن أعزائي المشاهدين خلونا نطلع في هذا الفاصل إن شاء الله ونعود إليكم بإذن الله تعالى. بالنسبة لي أستاذتي ومديرتي أبلة أنوار الموسى هي عالم كبير مليء بالخبر ومليئة بالتجارب اللي يستفيد منها جميع العاملين في هذه المدرسة بالمجان، بدليل أن تعلمنا منها فن القيادة، تعلمنا منها الحب الكبير، تعلمنا منها فن التعامل مع الجميع، تعلمنا منها الإصرار والعزيمة مهما كان الأمر مستحيل، لكن بتحدي والإصرار والعزيمة وحبنا وتعاوننا مع بعض كل هالأمور هذه نقدر نجعل الأمر سهل وبسيط جدا. وهذا الأمر الحمد لله الكثير والكثير من المسؤولين شهدوا لنا فيه من خلال ملامستهم لنا في على أرض الواقع في مدرسة خيطان النموذجية. كانت المدرسة من إلى كانت مدرسة مدمرة غير مهيئة لا تعليميا ولا حتى تربويا، لكن بفضل جهود مديرتنا أبلة أنوار
تغير الحال من حال إلى حال أحسن، ودائما نطمح دائما بالمزيد من خلال قيادة أبلة أنوار الموسى. تعلمنا من أبلة أنوار فن القيادة، وتمثلت في أن كل رئيسة قسم مع معلماتها تكون أسرة واحدة يسودهم الحب والتعاون في جميع الأمور اللي نتعرض لها من خلال أولياء الأمور أو من خلال المتعلمين، ومن خلال أيضا دائما نطمح إلى كل ما هو جديد في عالم بيئتنا التربوية والعلمية. أستاذة أنوار، إحنا الحين في مختبر العلوم، أتوقع ما شاء الله نشوف فيه ألوان، في تنظيم، في أشياء، حثيني عن هذا المختبر، ومتى يستخدمون المعلمات؟ طبعا إحنا نسميه قاعة علماء المستقبل. حلو. لأن العلوم إن شاء الله أنهم علماء المستقبل. يستخدم مختبر العلوم في حصص العلوم، طبعا في صبورة ذكية، في جميع الوسائل التعليمية اللي ممكن تخدم المتعلم. الألوان هذه ضرورية جدا لجذب المتعلم. حلو. عشان ما يتشتت انتباهه. حلو حلو. أستاذ، أنتم شلون تستغلون الأنشطة داخل هذه الأشياء من قاعة السينما أو قاعة المختبر؟ شلون تستخدمون هذه الأنشطة وشلون تفيدكم فيه؟ طبعا مثل ما قلت لك أن الأنشطة لها مسميات، مثلا كن إيجابي، كن ذو بصمة، صنع الخير، هذه كلها تخدم المواد العلميه بالدرجه الاولى وتخدم المتعلم. حلو، فتستخدمونها داخل وتفعلونها. استاذ، انتم عندكم هنا بعض القيم تحطونها، هل في قيم متوافقه مع الخطه اللي تضعها الوزاره والمنطقه، ولا انتم تحاولون تعدلون بس تاخذون الاطار العام مالها وتحاولون تطورون في قيمكم وتحطونها في مدرستكم؟ طبعا القيم التربويه هي ناتجه من مشروع تاصيل القيم التربويه اللي من وزاره التربيه. احنا نفعل هذه القيم التربويه بداية من طابور الصباح حتى خروج المتعلمين إلى منازلهم. تأصيل وتفعيل القيم التربوية مهم جدا، لأن الهدف من تأصيل القيم التربوية هي بناء مجتمع، بناء مواطن صالح لمجتمع صالح. فتدخلون هذا. أستاذ، أنتم خلال هذا الشهر شو القيم الحين موجودة داخل المدرسة؟ حاليا قيمتنا الشهر هذه قيمة النظافة. حلو. فتركيزنا كله في طابور الصباح، في البرامج الإذاعية، أثناء الحصص، في الأنشطة، على قيمة النظافة. إنزين، أستاذ، أنا أعرف أن طابور الصباح هو من الأشياء المهمة داخل مدارسنا يعني، ودائما ما يركز عليها من ناحية الأنشطة أو استغلال الطالب هذا. هل طابور الصباح هو مشابه في طابور الصباح في أي مدرسة في العادية، ولا أنتم تحاولون تدخلون منهم يعني الطلبة من صعوبات ويحتاجين حق نوع من التحفيز، نوع من التحريك؟ شنو البرامج أو طريقتكم في إدارة طابور الصباح في المدرسة هذه؟ طبعا طابور الصباح بالنسبة لنا طابورنا مهم جدا جدا. أولا لابد أن يكون هناك تآزر سمعي بصري حسي للمتعلم. ما نعتمد على أسلوب الإلقاء في طابور الصباح، راح تلقى مثلا عندنا في الطابور داتا شو، عرض مسرحيات مستمرة، مسابقات، تلقى كل يوم مختلف. تعتمد سياسة المدرسة على سياسة التغيير، لابد أن المتعلم يداوم اليوم متأكد وميقن راح يلقى شيء غير اليوم في المدرسة. بالنسبة لكل يوم عندنا مثلا عندنا مسابقة مع الطلبة، هذا يوم في طابور الصباح. عندنا كل خميس، خميس الكشتة، خميس القبعة، خميس أسبوع خميس التراث، متغير ويلتزم المتعلم بالزي علشان يحس بهذا اليوم، هذا كله أثناء طابور الصباح. فطابورنا كاس النظافة، الفصل المتميز، المتعلم المتميز، مثل ما قلت لك المتعلم إيه راح يتفاجئ بشيء غير اليوم يكون فيه موجود، وهذا شيء حلو. وأنا صراحة الترغيب شيء حلو إن أنا خلال جولتي شفت يعني نوع من التغيير، نوع من التطوير، وهذا أتوقع يحسب لإدارة المدرسة والطاقة الموجود فيها. صراحة عمل متميز، مدرسة متميزة، أتمنى لكم التوفيق سداد في عملكم أستاذة أنوار، والله يوفقكم إن شاء الله في عملكم. حياكم الله وشرفتونا، احنا سعيدين بهذه الزيارة. أستاذة أنوار، يعني إحنا قبل أن نختم يعني ودنا نسمع منك كلمة أخيرة أو توجيه أخير لمعلماتك، للطاقم العامل معك يعني، وتوجيهك لهم في خلال هذه الرسالة. طبعا أنا في الختام أشكر ستاف المدرسة كامل، لأن لولا جهود هذه الجنود ما قامت المدرسة. المدير بروحه ما يقدر يسوي شيء. استاف أنا أمنت بفكرة ونقلت إيماني لهم وهم أبدعوا في أدائهم. رسالتي للمجتمع، مدارس صعوبات التعلم مدارس متميزة في أدائها، مدارس نتمنى أنها تزيد. ف
فلمصلحه المتعلم بالدرجه الاولى. نعم شيء حلو استاذه، انا بالعكس شاكر يعني على هذا الانتاج، على هذا التفاعل، على هذا العطاء اللي تعطونه حق بلدكم، وهذا ليس غريب على بنات بلدنا. اتمنى لصادقكم التوفيق والسداد، وان تكون من تطور لتطور واداره فاعله فعلا نشكر لها. اعزائي المشاهدين، كان لقاءنا اليوم في هذه المدرسه المتميزه، مدرسه خيطان النموذجيه الابتدائيه البنين، مع الاستاذه أنوار موسى، ويعني حديث حول هذه المدرسة وإدارتها لهذا المدرسة الأستاذ أنوار. نتمنى أن نلتقي معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.